باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كنا ابتدينا معاكم في الايات التي يسيء الاريوسيون فهمها ويعتبروها ضد لاهوت المسيح، واخذنا الايه بتاعت هل يعرف الابن تلك الساعه السنه اللي فاتت المعظم، واخذنا الايه بتاعت لان ابي اعظم مني. كنت وعدتكم في المحاضره اللي فاتت بناء على سؤال احدكم عن الايات اللي فيها ان السيد المسيح اعطي شيئا من الاب او انه اخذ شيئا من الاب، وهنشوف ايه بعض الايات دي وايه الفكر الاريوسي. في متى 28:18 السيد المسيح بيقول دفع الي كل سلطان في السماء والارض. يقولوا ما دام دفع اليه يبقى ما كانش ليه سلطان قبل كده. متى 11:47 دفع إلي كل شيء من أبي. في يوحنا 3:35 الآب يحب الابن وقد دفع كل شيء في يده. الآب يحب الابن وقد دفع كل شيء في يده. يوحنا 5:22 الآب لا يدين أحد بل قد أعطى كل الدينونة للابن، فبيعتبر اللي بيعطي يبقى في مركز أكبر من الذي يأخذ العطية. وفي يوحنا 5:26 يقول كما إن الآب له حياة في ذاته كذلك أعطى الابن أن تكون له حياة في ذاته. فإذا كان الحياة أخذها كعطية يبقى مش مساوي للآب. الفكر الأريوسي إن يقولوا كلمة أخذ وأعطي معناه إنه أخذ شيئا لم يكن له من قبل. أخذ شيئا لم يكن له من قبل أو أخذ شيئا كان ينقصه. ما دام كانت تنقصه شيء اذا ما فيهوش كل اسباب المجد في الله كامل من جهه كل حاجه، فازاي ده يكون ناقص حاجه. وكمان اخذ من الاب يبقى ليس مساويا للاب الذي يعطي. فهمتم من البدعه دي يعني؟ يبقى عايزين نرد. طريقة الآباء إنهم يتكلموا أولاً عن الرد الإيجابي من ناحية الآيات الموجودة في الكتاب التي تدل على عكس هذا الكلام. فمن ضمنها مثلا في يوحنا 16:15 بيقول السيد المسيح كل ما للآب هو لي. إذا ما دام كل ما للآب هو له يبقى ما أخدش حاجة، هياخد كل حاجة ليه. وما دام كل ما للآب هو له إذن لا ينقصه شيء. آية أخرى في يوحنا 5:19 بيقول المسيح عن الآب مهما عمل ذاك أي الآب فهذا يعمله الابن كذلك.
يعني مساواة في القدرة وفي العمل. ثم بعد ذلك يقول في بعض التفاصيل في يوحنا 5:19: اللي فات دي مهما عمله الآب. يوحنا 5:19 يتكلم في التفاصيل فيقول: كما إن الآب يقيم الموتى ويحيي، كذلك الأب يحيي من يشاء. يعني زيه بالظبط، إذا كان الآب يقيم الموتى ويحيي فالابن يحيي من يشاء، ودي معناها إن هو متساوي مع الآب في القدرة وفي المشيئة. يقول من يشاء، وطبعا هو يحيي يقيم من الموتى ويحيي، لأن إقامة الموتى هي العمل السابق للدينونة. يعني بعد ما يكون هم يخشوا الدينونة والحساب، والدينونة ليه، كل الدينونة للإب كما ورد في يوحنا 5:22. وبعدين أيضا بيقول: لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الآب، يوحنا 5:23. يبقى مساواة في الإكرام بين الآب والابن، ودي لا يمكن تتم إلا لو كان فيه مساواة في اللاهوت. هنا ونقول إن اللاهوت كامل في كل شيء. يمكن بعض الآيات تؤخذ عن الناسوت، يعني عن حالة المسيح في ناسوته، زي مثلا لما يقول له: مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم، زي ما وردت في يوحنا 17: فمجدني أنت، يعني مجد ناسوتي بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. يبقى مجد اللاهوت دم قبل العالم كله، يبقى مش ناسوت، ما كانش تجسد ساعتها. فحكاية إن أشياء تؤخذ من الناحية الناسوتية دي ممكنة. نخش بقى في مسألة تانية، في حكاية يعطي. هناك نوعان من العطاء: عطاء حسب الطبيعة، وعطاء حسب النعمة. العطاء اللي حسب النعمة إنه يعطى لشخص شيء لم يكن له، فيبقى أنعم عليه بهذا الشيء. لكن اللي بحسب الطبيعة ما فيش، هو طبيعته كده. طب نجيب لها ايه دي؟ نجيب لها 3 أمثلة اشرحها لكم في الاول: ومن له اذنان للسمع فليسمع. يعني لما انا اقول الشمس تعطي اشعاعها ضوءا، ونورا، هل الشعاع لما خرج من الشمس ما كانش فيه ضوء ولا نور، وبعدين الشمس أعطته فيما بعد، ولا هو بطبيعته منذ أن خرج من الشمس فيه ضوء ونور؟
اسمه عطاء حسب الطبيعة، لكن بينسب كده. مثال آخر، العقل الذكي بيعطي الفكر الخارج منه ذكاء، فهل الفكر الخارج منه ما كانش عنده ذكاء وبعدين أعطى له الذكاء فيما بعد؟ يعني هناك ذكاء لا ليس له وابتدى ياخده، ولا بطبيعته لابد أن يكون فيه هذا الذكاء؟ لكن بيقال كده العقل أعطى الفكر الخارج منه ذكاء. يعني أخذ الذكاء حسب الطبيعة وليس نعمة، لأن هناك شيئا كان ينقصه. المثل الثالث، الأب يعطي ابنه شكله ملامحه فصيل الدم أشياء كثيرة بالوراثة، فهل هذه الأشياء لم تكن للإب وبعد ما تولد بشوية اداله الحاجات دي؟ لا، ده من لحظة ولادته والأشياء دي له، فبدا اسمه عطاء ايه؟ بالطبيعة وليس عطاء بالنعمة. كذلك الاب، ابن الله بالنسبة للآب له كل صفات الآب بالطبيعة، والتفاصيل نخش فيها إن شاء الله. نقطة ثانية قالوها الآباء القديسين، قالوا الذي يأخذ شيئا لم يكن له ممكن يفقده. يعني افرض انك انت هتاخد عقار ليس لك، هتاخد مال ليس لك، هتاخد منصب ليس لك، تاخد عمل، فاللي بتاخده وليس من طبعك ممكن تفقده، ممكن تفقد المال والعقار والوظيفة وكل. لكن السيد المسيح ما فيش حاجة أخذته فقط، لأنها كانت له منذ البدء. يعني نقدر نقول السيد المسيح كل ما أخذه من مجد ومن قوة ومن سلطان كان له منذ الأزل في طبيعته اللاهوتية. ليه؟ لأن الكتاب بيقول في كولوس 2:8-9 لأن فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا. أما حكاية الأخذ وغيره دي ظهرت في طبيعته الماسوتية، أو إن الصفات اللي في لاهوته ظهرت في ماسوته. وبعدين ناخد بعض الآيات اللي هم بيقولوها، الآب دفع كل شيء للإب. ما تاخدوش الآيات بالحرف، حرف ملها يلخبطك. ما تقول دفع كل شيء للابن، يعني الاب اصبح ما عندوش كل شيء، راح للابن وهو ما بقاش عنده. هو دفع اليه كل شيء وبقي كل شيء عند الاب برضه، ولا دي تلخبطكم؟ يعني الاب دفع كل شيء للابن وبقي كل شيء مع الاب. زي ما انا اقول لك انا اعطيتك فكرا
مش معناها لما اديتك الفكر راح الفكر من مخي وانا اديته لك وقعدت من غيره. لا، انا اعطيك الشيء ويبقى كما هو، يخرج الشيء الفكر من المخ ويصل الى الناس ويعبر قارات ومحيطات والى اخره، ومع خروجه من الذهن يبقى داخله. فما ناخدش الامور حرفيا. وبعدين القديس اثناسوس بيتكلم على الايه بتاعت دفع كل شيء للابن، يقول معنى الايه دي ان الابن ليس ككل شيء، ده كل شيء دفع اليه، يبقى هو غير كل شيء. غير كل شيء يعني غير كل المخلوقات اللي هي الاشياء الموجوده. ويقول ايضا ان الاب، خلي بالكم العباره دي لانها مهمه، الاب يمارس كل اعماله عن طريق الابن. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الله هو الخالق، في البدء خلق الله السماوات والارض، لكن خلق ازاي؟ بالابن، لان الابن كل شيء به كان وبغيره لم يكن ثم كان. وفي العبرانيين يقول هذا الذي به خلقت العالمين، ويقول كل شيء به وله قد خلق. فالاب هو الخالق لكن بيخلق عن طريق الابن. طب واحد يقول لي يعني ايه الاب يخلق عن طريق الابن؟ تفسيرها بسيط، ان في كورنثوس الاولى 1:23-24 يقول المسيح الذي هو قوة الله وحكمة الله. فالله خلق كل شيء بقوته وحكمته، بخلقها بالابن، لان الابن هو قوة الله وحكمة الله. او حاجة تانية، الابن هو اللوغوس. في البدء كان اللوغوس، واللوغوس كان عند الله، اللي ترجمها غلط قديس جيروم ربنا يمسيه بالخير، وقال الكلمة عبارة، قال ترجمها للاتيني فيربوم، وفيربوم يعني كلمة، وقال في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله. يعني ما مش أنا لما بصلي قطع دي في صلواتي أقول في البدء كان اللوغوس، واللوغوس كان عند الله، وكان الله باللوغوس. اللوغوس معناها بالضبط عقل الله الناطق أو نطق الله العاقل. من كلمة اللوغوس أتت كلمة لوجيك، لوجيك بالإنجليزي جاي من لوغوس. لوجيك يعني المنطق، والمنطق مش معناها النطق pronunciation، لا، المنطق هو النطق المعقول او العقل المنطق به. انا خفتكم تلخبطوا الكلام اللي بقوله ده. الحمد لله. فيبقى من جهة الخلق الاب يخلق بواسطة الابن، الاب يخلق بعقله الناطق، الله يخلق بقوته بحكمته، الابن هو قوه الله وحكمته هو عقل الناطق. امين يا استاذ شوقي؟ طيب مثلا الاب يحيي من يشاء، يحييه ازاي؟ بالابن. الله هو ديان الارض كلها، يدين العالم ازاي؟ بالابن. كل الدينون الابن، الله لا يدين احد، يعطى الدينون للابن. اذن المسيح لم ياخذ شيئا ليس له، انما هو يمارس اعمال الاب، يمارس أعمال الآب.
حد بيزن هناك؟ الآيات الأخرى اللي استخدمها الأريوسيون اللي قلناها النهارده، يعني مثلا الآية اللي بتقول أعطى الابن أن تكون له حياة في ذاته، فهل الابن لم تكن له حياة في ذاته والآب أعطاه حياة في ذاته؟ ده في إنجيل يوحنا يقول فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس، والمسيح بيقول أنا هو الطريق والحق والحياة، وبيقول أنا القيامة والحياة. إذا كان هو الحياة وفيه الحياة، يبقى إزاي أخذ حياة في ذاته؟ دي الطبيعة بقى، الحل إن دي الطبيعة. فلم تعطى له حياة خارجة عنه، هو حي بذاته وهو مانح الحياة وهو يحيي من يشاء. وحاجة تانية، حتى انه بعد موته اخرج الراقدين على الرجاء وادخلهم الى الفردوس. اذا كان حيا بعد موته، كان حيا بلاهوته وإن كان الموت لحق الجسد، لكن كان حيا بلاهوت. مفهوم النقط دي ولا؟ طيب، حكاية دفع إلي كل السلطان، إذا كان المسيح في تجسده دفع إليه كل السلطان، يبقى هو في تجسده أعظم مما كان من قبل. ده بعد التجسد دفع إليه كل السلطان. دي شوية كده. وده مستحيل. إنما السلطان كان في لاهوته ثم مارسه بناسوته، فممارسته بناسوته قيل عنها ان هو دفع اليه السلطان، لان هو بلاهوته في السلطان. ده مش بس كده، ده كان له سلطان في شفاء المرضى، في اخراج الشياطين، في انتهار البحر والامواج. ليه سلطان؟ ويضاف الى كده انه هو ايضا اعطى هذا السلطان لتلاميذه، فالذي يعطي غيره سلطانا الا يكون له سلطان في ذاته؟ اشتونا يا اولي الالباب. إذن السلطان الذي للاهوته مارسه بناسوته. يعني أنا أكتفي بالحاجات دي لأني يعني ما أظنش هتحتملوا كلام أزيد من كده. نجاوب شوية الأسئلة اللي جات لنا. واحد بيقول هل يمكن أن يكون عطاء
الاب للابن هو عطاء للطبيعه اللاهوتيه وليس لطبيعه الابن اللاهوتيه. طبعا طبيعه الابن اللاهوتيه مساويه للاب تماما فما لهاش علاقه بالعطاء، لكن مش كل عطاء كان للناسوت، يعني بعض انواع العطاء كانت للناسوت. وبعدين بيقول بالنسبه لكون الابن هل كان معطى كل شيء من عند الاب منذ ولادته؟ منذ ولادته من الاب مش منذ ولادته من العذراء. دي زي ما تقول النار بتخرج منها حراره، فالحراره دي من طبيعه النار. نقول النار أعطت الحرارة دفئها، ولا الحرارة بطبيعتها منذ أن خرجت من النار بطبيعتها لها الدفء. هل كان يسوع الطفل يعرف كل شيء يعرفه الآب؟ ماذا كان في عقل المسيح في ذلك الوقت؟ لما تقول يسوع الطفل تقصد ناسوته ولا لاهوته؟ من جهة ناسوته في لوقا 2 بيقول إن الطفل كان ينمو في القامة وفي المعرفة إلى آخره. إذا من ناحية الناسوت كان ينمو، ولكن من ناحية اللاهوت، اللاهوت لا ينمو لأن لا ينقصه شيء حتى يزيد. واحد يقول ذكرتم الآية اللي بتقول كل ما هو للآب هو لي، فهل الابن الإرسالية؟ ونحن نعلم أن الإرسالية للآب حيث أنه أرسل الابن إلى العالم، ونعلم أيضا أن كل أقنوم له صفات خاصة به، فهل هذه الآية قيلت من جهة الصفات الأقنومية أم ماذا؟ قيلت من جهة الصفات العامة للاهوت، والصفات العامة لا تنفي أن في صفات خاصة لكل أخنوم، لكن في صفات عامة اللي هي صفات اللاهوت بصفة عامة. لما نقول الأب قادر على كل شيء يبقى دي داخلة في الأقانيم الثلاثة، لما نقول الاب موجود في كل مكان يبقى دي داخله في الاقنيم الثلاثه، زي ما نقول الاب ازلي يبقى برضه داخله في الثلاثه. يعني الصفات العامه كل ما للاب هو له، لكن دي لا تمنع الصفات الاقنوميه. أقول إذا كان الابن له كل شيء عند الأب فلماذا أعبر الكتاب بتعبير أعطى بالنسبة للابن وتعبير أخذ بالنسبة أعطى بالنسبة للأب وتعبير أخذ بالنسبة للابن؟ بمعنى آخر هل يمكن أن يتبادل الأدوار؟ لا يتبادل الأدوار لا، يعني الأب يبقى ابن والابن يبقى أب،
لا دي تخلعها من مخك بسرعه. فيكون الابن هو المعطي والاب هو الاخ. لا يعني اللخبطه لا تصل الى هذا المستوى يعني. أعطى وأخذ. زي ما تقول مثلا النار تتمثل فيها الثلاث زي الثلاث أقنوم، جوهر النار تخرج منه حرارة وتخرج منه ضياء، لكن لأن الجوهر هو النار فبيعتبر النار كأنه هو الآب والحرارة والضوء الابن الروح القدس.